بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى هذا دا وضيال ملك ستة سوغنتين ومركة لي برنامج كولن كورفينتا وها برنامج مرتكو عبد الله الشفي ومعلن وقراء تجن ندلكا ين دنمارك مقالة كوبهيجن ان عبد الله وحدوان صوص على بوغ عصوب وبحيي سيدي المهاو كوم مقلاه وبوك لحريرة بربارين تعرورتها سنور كان أي أقوم بدل كدو وانتهي عبد الله تعب بدن قليي وان بوده فردونا مركا سؤالة كوبن أي بوك أحكي ودين دونا سلام مركا أنا وحواريسي كل لاران إن عبد الله وصعود مقالة ده هرقيسة ودون يونو حال كانت توبرا كبد حيو مركا توبرا ده سوحي كو سابسيهين يدانا حقابن كودين دونا مركو ران سودوي عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبو شكور جزاك الله خير، أد بعد أمها سنتهي، أدي يضع وضيا شهادة وإن سلامية، وأد نواد أمها سنتهي وأنا دوه. لا يسلمك، أد يضع أمها سنتهي عبد الله، مركو ران وحندوني أنا تسكوبا أدتك وغا حق بحيصه. محاكوك اللي فين قرطبو كان نعضب حسي سيدي المهاكوكو مقلا ما شاء الله سؤال هذا قرح بضم وي رنتينا مهين عنيقو وحان برتاي يتخاصص كي وقاد وقاد دوين يهي بربارينتا وعنيقو مركورة تخاصص كي حساب وها متماتيك ماث بان برتاي لكن وحان قاد وحيسي ونحيسيين هي وليقي أرماها كبعين تدتك يسدي بالشدة وحلوقة بدليلها. بمركان أركي باهدة ترد بدن محل إذا والدين تكهي ستا إسفهم إسلقابسي يجي عروته مركان أركي رنتي مركان ودن كني كل نولين أو أن جوني وفيرس بدن لجمس مينجرين وخاد مي بربارين تكو جرامز كمجرو لكن مركان ودي بدن مي عروته يعني عرور كلا aan la aragnay dhinac kasta ka fiirinay aan arkay baahida waalidiinta ay qabaan ayaa waxa igu riixday igu dhalisay inaan u biyeesto u dhaqaaqo ina cilmi baaris dhab ka sameeyo mushkiladka barbaarinta iyo xalkooda markaas aad buugan qorto markaas aan buugan qoray ee goor ma ayaad bilowday hawshiisa buugu fikirkiisu iyo ururintiisu waqti dheer buu socday لكن سديدي سنة قدام بيسي بان سيد دابا قدام قال انتي هورا فكر بوها يو observation وفيرسي عن وفير سنة يي دعدوين كا ايوها ريسان عرورتان معلن كوها عرور يو ان اركا يي باهيها بربارين ليدا جرا مددير با فكر كاسي مسكح دي دا وكو يمان كايق وكو دحمير يي لكن سديدي سنة قدام بيسي بان سيد دابا قبل عباي انا بواق بدا نخريو inaan xog badan ururso inaan fikirkayga soo ururso oo buugan ku soo koobo isaga lafkiisa waqti dheer iga qaatay tan ma loo baahan yahay tan ma loo baahan yahay waalidku muxuu baahan yahay maxaad buu ku dartaa maxaad ka maxaadan ku darin ayaa waqti dheer runtii iga qaatay Cabdalle dadka waddankii jooga iyo dadka ku nool wadamada qurbaha waxa laga yaabaa siyaabo kale duwan bay u arkayaan barbaarinta carruurta adiga laftaaduna waa meel aad ka shidaa qaadatay maxay dadku ka faa'iideeyaan buuga? Hoo, buuga wax laga faa'iideeyaa wax weyn buugani. Horta cinwaanka aan siiyay waxa weeye sida ilmaha uu ku maqlaa. Laakiin barbaarintu dhan buu soo koobayaa. Magaca ujeed baan u siiyay oo ah inay tahay baahida waalidku. Waalidku wuxuu jecel yahay mar walba inuu ilmihiisu maqlo. Laakiin inuu ilmaha maqlaa waa hawl dheer baa ka horeysa. marka waxaan ugu talagalay inuu soo jiidasho u noqdo waalidka wax badan baa laga faa'iidi waxa buugu wuxuu soo koobayaa aasaaska barbaarinta oo dhan waxa waalid caruur haysta ama dalka joogaan ama qurbaha joogaane aasaaska barbaarineed waalid kasta u baahan yahay intii aan islahaa aniga aragtideyda iyo baaritaankan sameeyay intan ayaa waxay u tahay aasaas ayaan ku soo koobay intaasayna waalidku faa'iida yani in badan oo kale waa hagaag
ياد أقرطي أو بوجا كفا يدي سنية بوجا هرتا وحو مرك أوريسا كجهي سنية هاي والدك عرور تايسا واي وحلقة هلا هو عروف أبر بارين أيه وحو كجهي سنية هاي والدك استا أو عرور هايستا دا كستا هلا هادي وحكالو كجهي سنية هاي معلمين تسكول لذا ديقا ورنتي ودن كيني باهي بدن لو قبا لون باهي هاي إنا المناهج بربارينات أو صحة إلى عروت تين أصلا إنه معلمين تو كجو وكو جي وكو جيدا وكلو كو جيدا لما نقف كشقة عروت تلا حريرته كشقية وحكلو تو بيجو كو جيدا دتك علم بعريا شع رمها كب رمها بالشدة هي كشقية مركز دت بدل أو محوها كل دوم بكفى إذا سنكرة لكن محل إذا ديرة صار ككوادي ووالدين and بوغو مبوغ سيكار ولها لا يبا والدين تقربها مس والدك ميل كسو جوغو ولها لا يا تاسكا كوين لا كشقيه بربارينت عرورت رنتي وحويه بوغو وديره بساريا بربارينتا دينعيده كلا دوون وحو سي غونيا ديره بساريا عرورت قربها كنول وحو كلو ديره بساريا عرورت ودنكودي جوقتا مركا دمان وكوبيا محل يرهدا والدك ميل كاستها جوجي هذا واحد ما يساعدونك انه اسكوميديا هي حل انه كل دوانين درود ادو كل دوانين باجرتي لكن هذا وحيالها عرورتي انه ساميه قربها جوجا ودنكينا وي ساميه يا وايو انترنت كان اي كمبيوتر هذا تن اي تليفون هذا لو حي سهلين ان ادونك اسكومين نقضوا با هي بدل ودنك والدين تح كنول هي مركي هور هيسن يا أريمة بربارين يودو نجرين بحد الصوب بحي والله مي ذكو والديته قربها الجوجا والول كبوها يا وايو مي ذي هي ملك سوقة كرك سوقة مي جو احتجاله and بوجو وبوج الصوب طبعا سيدة ولي ما ده فورن سيدة بيتت كوكو هليان هل كيف أسلقه هليه عبد الشكور أبو مازتة ولا البوج وهرتا وبوج هذا الصوب waxaan rajaynayaa insha Allah dhawaan inaan wadankii tago Hargeysa aanu ka degay meelo badan oo kale waan isleeyahay tag inta ka gaari karo marka dadka wadankii jooga aniga abu socdo aniga iyaga sarkayna wuxuu kale ku jiraa Amazon ka dadka aniga ii dhaweey Scandinavian ka joogana waan u diri karaa postada waan u diri karaa waxaan rajaynayaa marka ka soo noqdo safarkaas dalkeenii inaan ku soo maro wadamada ii dow dow Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo iyadana soo maro on casharro iyo bandhigga buugga ba aan isku soo daro en we hagaag en buugga intaas baan jecelahay inaan kaga gudbo kuma talaxtagayo laakiin waxaan jecelahay buugga meelo badan baan ka akhriyay waa buug aad iyo aad runtii soo jiidasho leh en tac badan aad gelisay si cilmiyeysan aad u qortay oo aad en buugaad ku muruxsatay adalla تعبنا بدروتي جلسي هذا قوة سيدا هذا الشيكتي هذا نحبتو أي بدناي هذا أنا رنتي ما شاء الله وبوقا دي هذا قيمة بدن وحنا هذا قوة هالميل بوحن أخري نن وقت عقوية هن حكمة دولية يا هيو ودولية يا هي قفك قارك حي بابور بابور قفك يعني يعني لقمة أو قلادة إنه بابور برشة كلك هي إلا أو برتو لكن قفك والد نقانية يعني قسم من غطين وبربارين تعرروا تبرتو مركب الحكومة أخير شاكة فرنتي وارين صح بوقت شكوين بدل أي حكمة بدل بكون جراء بشكور وسيدة دركتي بعد ما صنعت إلى تنحس وسيت معنيه بحوية وحين نلاش وقال سنة أو ومهم سنة أيام أقول عني إن أقول الآن لسمعي قفنا ما أقول إن وجارك حي سقول ليس الله وعليه بسم الله عدد كانت كجيرية لكن wuxuu ogolaanayaa oo bulshadu aqbashay in la isu guuriyo laba qof oo dhalinyaro oo midkoodna barbaarintii aqoonin sida caruur ay u soo saaraan ku barbartaan marba maxaa la yiraahdaa wana nolosha wax qaalisana ummaduna waxay ku kala hormaraa ma aha daaraha iyo dhismaha iyo aqoonta muddo yar kooban baa la gaari karaa laakiin hadii dadku ku dhisan yahay oo haysatid dad dhisan cid kasta oo ka hormartay إن عكست كاجهر مرتين مدقها من أيات قارسة. مركا رنتي وارن مهمة مهمة دا إلى ذا هاي أيام
وسو قاطي واي عيد أقبله يستمد جرتو شيء كستهنو خد أقوم كستهنو قفنا ما يقولوا قري يس إنه أديبا أو حالة هذا أو فرصة ما يقال وقنا خد قف عن أقوم تي هذا الحين قفنا ما يقولوا دكتور عن أقوم الحين إنه سديبا قلو لكن وين أقبلنا أهل خلاص وين نسيب دره لكن وين أقبلنا إن عرور أقوم الآن برباريو عبد الله الشافي آدي يا بدخلتي وما حصلت هاي وبوق هذه القيمة بدها سعد الشيخ هاي إيميل كهجنة تدخل كاسبن وصلك دونا إن شاء الله تعالى مستقبل كعدي يعني كل صاحب لسه هدي سؤال دائرة هذه هدي بوق أو درسه هدين بوق أنت هكذا جدبه وحمر الشيخ هاي نضوتن كي وصعته أو عدون السنة نقابته طاب رول حليلة بربارين تعهورته مركا بالعارين تعرفوا سودوه مركا يدنا هدي له كدوجين إن توبرا لا اسمحي كو سابسينهين شرحات قود كبحي قبل ما سنتهي عبد الشكور واصح توبرا لا سي وحوية وحي كميان بوغة حالك كان انجوغو دانمار يميلا بدانا كل اسكندنيميك وكو قبتا وايو وحيبا هنهي والدين تي انا تيتو سوهر تكتين انا تسؤال بدان او قبان او برايفت ادوغة جوابتي انا بنا عيب بدان كتوستي إن محل يراه ذا حب بدن أو بوجا كجرتة بوجا واي وقت يقول بدن بوجا يقع تماه القرديسة وحيد حبته كجرتة شاندينتيس يكل هرمرينتيس يهابينتيس أيه هذا حبته وقت يقول بدن يقع تي مركا إن أنا يا والدين تي كل نوع أو عن محل ده واحد بدن سويديس وما يقل في الكود واحد بدن كبرته برامج كان نودا ودي أو عن سمنا رداس يكورسوي كاس والدين تسينا يعج رداس runti iyo wax badan ba ka bartay ana wax badan ba iga faa'iideen waanu kala faa'iidnay markan waxan rajaynayaa inaan waalidiinta wadanka jooga aanu bal sheekaysano wax badan isla eegno dhinacyo badan iska tusno waxay hayaan oo afkaar aan kala qaadano wixii anigu aan maxaa la yiraahdo soo urushay xogta isku keenayna aan la wadaago kursooyinka waxa ku saleysan doonaan oo buug oo buuga ayaan ka bixinayaa kursooyinka een marka ma koorsooyin een ay dadku is ay yani ICC qorayaan oo muddooyinkeedu ku taray toddobaadyo ma laba toddobaad bil muxuu noqonaya een wallahi bilow ahaan waxaan ugu tala galay saddex maalmood oo koorsada ah saddexdaas maalmoodna ay aan ku soo koobo buuga iyo xog dheeraad ah buuga iyo xog dheeraad ah marka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala markaan wadankii tago oo aan jawiga daraasad sameeyo asxaabti aan kulanno sida ugu dhaqsaha badan inaan insha Allah ta'ala oo abaabulno sida ugu suurta galsan iyo meesha lagu sameyn karayo insha Allah social media dadka kula wadaagno marka ma waxa jira dad cayimro aad ugu tala gashay oo diiradaadu tahay sahan sida waalidka ama dhalinyarada macallimiinta mise waa toobar u furan iska soo ka faa'iideysan horta cid kasto ka faa'iido aqoonta barbaarinta waa aqoon ama waa qof waalid caruur haysta ama yaan haysan waa aqoon loo baahan yahay mar walba aqoontu waa muhiim wuxuu laakiin si gaar ah u taabanaya waalidka wuxuu si gaar ah u taabanaya macallimiinta waayo macallimiintu waxaan ugu celcelinayaa waxaan u baahanahay ka ummad ahaan khaladkeenno iyo dhibaatooyinka ina haysta oo inuu u kicilaanahay intaas oo sano waxa weeye khalad barbaarineed waxaan u rafaraynaa inuu isla meereysanayna inuu u fahmi lahaanahay problem keen runta ay meesha u yahay wax weeye waxaynan helin manhaj barbaarinay oo dhic karta manhaj tacliimeed waa soo amaahan karta ardayda manhaj tacliimeed oo wax ku bartid waa soo amaahan karta laakiin manhaj barbaarinay soo saaraya dadka adigu aad rabtid leh ama abuuraya dad fikirkoodu yahay sida aad doonaysid oo ummadan inay ahaato wax sahlan maaha waana sidaas sida waqti iyo dhaqaalaha ugu badan lagu galiyo in maxaa la yiraahdaa la sameeyo manhaj barbaarineed marka toobarada marka waad ii sheegtay in Hargeysa uu yahay bartilmaameedkaagu magaalooyin kale way ku jiraan toobarka Soomaasada sida qorshaha uu yahay Hargeysa waan ka bilaabay laakiin meel kastoo kaloon gaari karayo oo ii suurto gasho waan ku sameyn insha Allah ta'ala waa markii ugu horeysay barnaamijka tababarada wadanka ka fuliyo marka sida ay ugu suurto gasho insha Allah ta'ala ayaan u sameyn doonaa laakiin waan xiiseynayaa
magaalooyinka inta gaari karo haday boor ma noqoto haday burcu noqoto haday berber noqoto haday laas aanood oo deegaankeedu yahay noqotaba inaan insha Allah ta'ala isla maro en ugu dambeyntii abdalle anoo kaaga mahad celinaya fursada qaaliga ah ee soo helnay en iyo xog waran ka kooban en ku gorfaynay buuga en ku saabsan barbaarinta caruurta iyo toobarka doonaysa wadankiisaga inaad ka soo fuliso en haddaska ugu dambeyn la wadaagaysa wadleedaha wad faraysa waxaan aad aad u mahadsanahay Cabdishakuur waxa weeye arrin aad u wanaagsan weeye waxaan la wadaagayaa mustaqbalkeenu wuxuu ku xiran yahay waxaan wuxuu ku xiran yahay hadba waxa aan aaminsannahay sidaan ugu gudbino ubadkeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil baa waxaan ka hayaa arrin hadal uu yiri aad u cajiiba bulshada waxay aaminsan tahay u gudbin weyda da'yarteeda waa bulsho dabar go'aysa si haddaba aynan u dabar go'in waxaynu u baahanahay inaynu manahaj barbaarineed sameyno inaynu ahmiyadda ay barbaarintu leedahay waayo waalidku hamiga ugu weynuu ka fikira waxa weye ilmaha inuu waxbarasho u helo laakiin ana aragtideeda waxbarashadu waa dhibic yar oo ka mid a barbaarinta waa inaynu helnaa manhaj barbaarineed waa inaynu diiradda ugu badan saarnaa waa inaynu buwaagta ugu badan aynu heli karno ee aqoonta barbaarinta ah aynu akhrino koorsooyinka la bixinayo aynu ka qayb galno buug yaroo akhrisay ayaa noloshaada iyo nolosha ilmahaagaba wax ka bedelay marka waxaan idinkula dardaarmayaa anoo nafteyda ka bilaabaya inaynu waqtiga ugu badan carruurteenna la qaadano aqoonta barbaarintana aynu xoog gelino aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdalle orta waan ka xumin magacaagu saddexan inaan ku qorna cabdalle shafi kuli aa ku qoran marka cabdalla cabdiraxmaan nuur dhimal cabdalla shafi baa dadku ii wada yaqaanaa caan ku tahay cabdalle cabdiraxmaan saasaa ugu soo koobay ha maasha allah cabdalle aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa fursad qaaliya inaad xogtaa la wadaagto dadka iyo inaad buugkan soo saarto waad ku mahadsan tahay waa tacab culus oo aad runtii dooneyso dee mustaqbalka inaad dadkii saameyn aad ku yeelato xagga barbaarinta caruurta insha allahu tacaala waxaan rajeynaya dad badan inay ka faa'iidaysan doonaan buugana la qaadan doono insha allahu la iibsan doono dabcan buug meel yani qofku uu dhigi karaya maha qofku waayo inuu markuu xitaa akhriska bilaabo yani wuu soo jiidanaya qofku inuu qofku akhriyo u kolba qaybo markaayni oo dadku ay ka faa'iidaystaan marka cabdalle aad iyo aad baad u mahadsan tahay insha allahu tacaala ten mar dambe ismaqli doono daawadayaasha iyo dadka iyaguna nala socday waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaa idinla socodsiinaya wareysiga anigu ah Cabdishakuur Maxamed Muuse cabdalle shafina aad iyo aad baad mahadsan yahay tan iyo kulan dambe labadeed waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi mashkuur aadmi aad baad u mahadsantahay walaal jazaakallah khayr ma sha allah aad baad u mahadsantahay